النهارده الحلقه بتاعتنا عن الفرامل الدسك. دي حلقه مفيده جدا جدا. احنا هنقول لكم طبعا مش صيانه العجله او لازم نعمل تعديل العجله. انا في ناس كتبوا لي مثلا كتير يقول احنا معانا فرامل خلفيه بنيجي نركبها قدام ما بتشتغلش. اقول لهم طبعا دي ليه، هقول لكم ليه ما بتركب، ليه ما بتشتغلش طبعا. وبيقول لك مثلا احنا ناخد برضو الجزء ده بتاع الفرامل اللي هي الاماميه دي نيجي نركبها ورا برضو ما تشتغلش. ليه؟ في مشكله، وهو كلها واحد. هي كلها واحد، بس انا برضو هقول لكم دي قدامكم كده وهوريكم التجربه ازاي. احنا اول شيء بنفك طبعا اول مسمار كده او كده، ده رقم 5، والتاني برضو هنفك كده عشان بس اقول لكم الملحوظه ايه وممكن نعمل ايه. تمام، اول حاجه احنا فكنا دي مهمه جدا جدا لنظام اللي يشتري مثلا. طبعا الشكل دي شكل الايه، الفرامل دي، الديسك اللي باينه قدامنا اهي، الكاميرا تبين اهي زي ما هي باينه اهي، باينه انا ومعايا واحده ثانيه اهي. طبعا انا بلف الاثنين كده وعايز اعرف انهي واحده فيهم الخلفيه والاماميه. طب انت طبعا دي تشتغل على دي، ممكن دي تشتغل على دي، بس في حاجه واحده بس ما بتخليهاش تشتغل على دي. طب ايه هي؟ طب انا اقول لكم، ادي الفرامل اللي هي الاماميه والخلفيه قدامنا باينه اهي. طب انا عايز اعرف الاماميه فين. دي الاماميه اللي اول واحده دي، ودي الخلفيه. طب انا الخلفيه دي ممكن تشتغل قدام؟ ممكن تشتغل قدام. طب انا ازاي تشتغل قدام؟ تشتغل قدام لازم عشان اشغلها قدام بعرف الفرق بين الاماميه والخلفيه من الجزء ده. شفت الجزء ده؟ الحته الالومنيا او الشريحه اللي بتربط في على طول في الفرك او بالمسمارين من هنا ومن هنا. شفت ادخل صبعي؟ مفيش مسافه، المسافه بتاعتها بسيطه جدا. اعرف ان دي الفرامل او الفرامل الديسك الاماميه. تمام، اللي هنيجي للخلفيه، بص واسعه ازاي، في وسع جامد اهو. دي اعرف ان دي الفرامل الخلفيه. طب انا معايا مثلا دي عايز اركبها قدام، اعمل ايه عشان اشغلها؟ في الحاله دي افك اللي هي القديمه اللي هنا دي، اللي هي الجزء الشريحه اللي من هنا دي كده، افكها واركبها في الايه، الفرامل الخلفيه. لما احط الجزء ده هنا يبقى خلاص دي اتحولت لفرامل اماميه. تمام، طب انا دلوقتي معايا الفرامل الاماميه اللي هي دي مثلا. تمام، انا ينفع تشتغل ورا؟ ينفع تشتغل ورا، بس في الحاله دي انا معيش الكتله عشان اشغلها ورا، معيش اللي دي ومعيش الكتله دي. تمام، الحته الطويله دي انا برضو هقول لكم برضو ملحوظه دي. طب دي انا شغالها ازاي؟ انا لازم اعمل وسع في الحته دي عشان تشتغل في الفرامل الخلفيه. تمام، اعمل ايه؟ بجيب مسمار الانكيه اللي هو الراكب ده، بجيبه بنظام مسمار الانكيه طويل شويه. لما اجيبه طويل شويه لازم اخد الورد، الجزء الورد اللي فوق دي باينه بالظهر اهي، ادي 1 2 وممكن تبقى 3 باينين اهو. بعمل ايه؟ باخدهم في الجزء ده، بحطهم على الورتين هنا دول كده، فبيعمل لي ايه؟ مسافه ان دي تبقى ايه جايه بعيده. تمام، في الحاله دي اقدر اشغلها خلفيه. لو انا عايز ارجعها تاني اشغلها اماميه، بشيل الورتين بحطهم، بخلي 2 هنا والاتنين فوق، بكده استعملها اماميه. يبقى احنا عرفنا الملحوظه المهمه في الفرامل الاماميه، عايزين نخليها خلفيه، والخلفيه لو عايزين نخليها اماميه هناخد الجزء الحته اللي من الناحيه الثانيه بتاعت الاماميه ونستعملها. فهي دي الحل الفرامل الديسك. فطبعا دي ملحوظه مهمه، اتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.